جدول الترتيب بعد نهاية الجولة، من اللي في المركز الأول؟ الوكرة، الوكرة أنا متصدر وتعال بارك لي، هذا الشعار عبد الله الشيباني اليوم. الوكرة ولا الشيباني؟ قلت الوكرة متصدر إيه وتعال شبان بارك لي، هذا شعار عبد الله الشيباني اليوم. الشيباني اللي متصدر ترى. أوكي. إيه. الوكرة في المركز الأول بفارق الأهداف عن العربي، وبفارق الأهداف عن المرخية، وبفارق الأهداف عن الغرافة والشمال والأهلي. في حين أن السد والسلية ومصدار ريان تحيل وقطر صفر من النقاط. لو تحضرون الجولة الأولى ما فيها تعادل، كلها عبارة عن فوز. سالفة الوكرة وفوزهم المعتاد على نادي تحيل الموسم الماضي 4-1 و4-0 واليوم 4-2.